بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم يا كريم. المعتقل يوسف عقيل يوسف الإسقاطي في سجن جوم ابن 14 عنبر 1 و12. ناشد أصحاب الدمار الحية في جميع العالم بخصوص شعب البحرين الحر الأبي وجميع الأحرار وجميع كمهم قضايا وشؤون أخوتهم. احنا هنا في هذا المعتقل قاعدين نتعرض الى اشد انواع العذابات والالام، قاعدين نتعرض الى سوء المعامله والاهمال الطبي المتعمد اللي يسبب تلف في ارواحنا وفي اجسادنا، ونواجه الاعلام المضاد ايضا اللي ينكر اللي قاعد يصير هنا، اللي قاعد يجري علينا احنا هنا كمعتقلين. وشفنا في قناة البحرين بالأمس أو بالأول أمس عرضوا بعض الفيديوهات لبعض الدكاترة اللي ما شفناها في السجن، وأنا هني صار لي 7 سنوات معتقل ما شفت أغلب هذه الدكاترة إلا الآونة الأخيرة الحين، واللي يشهدون شهادات زور حق المعتقلين أن الوضع الصحي جيد والأمور كلها بخير، لكن هي الشهادات زور شهادات غير صادقة وغير غير حقانية. نقعد نتعرض هنا إلى أنواع العذابات والحرمان، وهذه الرسالة إلى كل حر صاحب ضمير حي وإلى جميع شعب البحرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.